موجودين مع حضراتكم في المعمل المركزي لبحوث الثروه السمكيه، عايزين نتعرف على اقسام هذا المعهد، ايه الخدمه اللي المعمل بيوفرها للاسماك؟ عندنا بعض المشاكل المرضيه اللي بتواجه الثروه السمكيه في مصر، طريقه التشخيص والفحص، ممكن نقدم حلول لهذه المشاكل، نتعامل ازاي مع الاستزراع السمكي في بعض البحيرات بتعاني من مشاكل. المعمل ممكن يجيب عن عدد كبير جدا من التساؤلات اللي في هذا التوقيت حتى المواطن العادي في الشارع بيتكلم عنها. كلام ده سليم يا دكتور؟ المكان اللي احنا موجودين ده اسمه معمل الأجهزة الدقيقة. لا، في الأجهزة اللي ممكن تكون فاليبل أو غالية مش هتتوفر في كل المعامل الموجودة في الإقصال. والمعمل هنا مختص بالتحليلات والدراسات على الأسماك وأبحاث الأسماك، بحيث ان احنا عندنا هنا البي سي ار علشان نشخص الدي ان ايه والامراض اللي بتتعلق بهذا، وعندنا كمان الاليزا عشان المناعه وما الى ذلك، عندنا كمان وحده الهيستوباثولوجي ووحده الباثولوجي عشان تشخيص الامراض، وعندنا وحده هضم للبروتين وتقدير البروتين في الاعلى في الاعلاف والالياف وما الى ذلك، كمان عندنا اجهزه لقياس الوظائف الحيويه للاسماك. يعني السمكة لو جات لي عايز أعرف حالتها الصحية ممكن أعملها تحاليل زي التحاليل اللي بتجرى الآن للحيوانات أو للإنسان، وظائف كبد وظائف كلى، بس إحنا نقف على الحالة الصحية للسمك. كمان عندنا جهاز اسمه الامتصاص الذري، وهو عايزين أحدد منسوب أو مستوى المعادن الثقيلة اللي موجودة في الأسماك، هل هي مع الحدود المسموح بيها ولا لا؟ اذا كانت اكتر من الحدود المسموح برفض السمك ده، اذا كانت اقل منه بقول والله السمك ده صالح للاستهلاك الايه المحل. عندنا بعض الاجهزه اللي بتستخدم برضو في القياسات على الاحواض، اذا كان عايز اقيس جوده المياه ومدى صلاحيتها لعاشه الايه الاسماك، واي استشارات طبيه عن المزارع اللي بتتعرض لوبائيات او ما الى ذلك بيجوا لنا هنا، وبنروح ناخد عينات وبنقوم بالتحليلات المختلفه علشان في الاخر نديهم يعني روشتة العلاج او ما الى ذلك. حضرتك بتقول لي اي مزرعه بتتعرض لمشكله في الامراض او في الاسماك او في الوبائيات بيجوا لحضرتك، يا اما بتروح تاخد عينه يا اما بيجيب لك عينه. طب انا عندي في بحيرات وفي مصايد طبيعيه وفي اماكن كتير جدا، انا بنزل كمعمل اخد منها عينات ولا ده مش دوري؟ انا دوري ان انا يجي لي مشكله احلها. يعني احنا ده يبقى التنسيق بيننا وبين الهيئه، لكن احنا اختصاصنا هلا يا عم الخدمات البحريه، الهيئه العامه للثروه السمكيه، الهيئه العامه للثروه السمكيه اللي خاصه بالبحيرات وما الى ذلك. اما اذا ارادوا ان احنا نتعاون معاهم ما فيش مانع، التنسيق مع بعضين يعرضوا عليك المشكله بحيث ان انت تحلل، تبقى في لجنه مشتركه من هنا وهنا، بحيث ان احنا المعمل اللي احنا واقفين بجواره ده البايو تكنولوجي لاب، ممكن ندخل مع بعض ونتعرف عليه اكتر. بايو تكنولوجي لاب ده مسؤول عن ايه يا دكتور؟ المعمل هنا كبايو دايجنوستيك تول بنشخص بيه بعض الامراض الفيروسيه والامراض البكتيريه ككونفيرماتوري دايجنوزيس لعديد من الامراض. احنا هنا قابلتنا كذا مشكله قوميه وحلينا المشاكل دي، زي مثلا مشكله الجمبري، حصل مشكله كبيره في الجمبري وكانوا بيقولوا مصر خاليه من الفيروسات، لا مصر فيها فيروسات، فالمعمل ده تاسس مخصوص لتشخيص الامراض الفيروسيه. توجهنا مزارع كتير في الجمبري وجمعنا عينات من السويس من دمياط من بورسعيد من اسكندريه، وفعلا قدرنا نثبت ولاول مره في مصر ان مصر مصابه بفيروس في الجمبري. وكان الاختلاف الكبير كانوا عايزين يستوردوا جمبري او لا، ندخل جمبري مصر او لا، فكان العلماء كتير بيقولوا ان مصر خاليه من الفيروسات ولو دخلنا فيروس جمبري جديد هيبقى محمل بالفيروس، فكنا عايزين وسيله تشخيصيه مؤكده في فيروسات الاسماك. ف صممنا المعمل ده والحمد لله قدرنا نشخص الفيروس الوايت سبوت سندروم فيروس في الجمبري لاول مره في مصر. دلوقتي في تحدي موت الاسماك البلطي في مصر، وهل هو فيروس او غير فيروس. احنا هنا بنعمل ترايلز كتيره لعزل الفيروس وشغالين على الموضوع ده بقالنا فتره. قد ايه يعني بقالنا؟ احنا طبعا الموت بيبتدي من شهر 4 الجاي او 5، فاحنا مجهزين من دلوقتي، والسنه اللي فاتت احنا عملنا ترايل للعزل لكن برضو ما توفقنا. حالات النفوق دي بتبقى فين؟ تبقى في اسماك البلطي، في كفر الشيخ، في مزارع خاصه عموما. واي مشكله بتحصل بيطلع فريق عمل من هنا متخصصين في امراض الاسماك، بيئه تربه ليها معد معين محدد في السنه. في الغالب البيئه والتربه، ومتخصصين احنا كامراض فيروسيه امراض بكتيريه امراض طفيليه، فريق كامل بيطلع ياخد عينات ميه وعينات من الاسماك المصابه وبيتم ايه تشخيصها. في بعض التشخيصات المبدئيه كده بنقول اصل في مشكله في تلوث المياه
في مشكلة ان في محطات مية ممكن تكون بتتطهر، المزارع السمكية المخلفة، اصل المربي لما بيلاقي الحملة جاية بيغطس الاحواض فبيغرق الاسماك او بيحصل حالة النفوق للاسماك بسبب تغير درجات الحرارة. هو كل متخصص في مجاله بيحاول يثبت السبب الحقيقي، يعني متخصصين المية بيحاولوا يثبتوا وجود المية ولا لا، في تلوث فيها ولا لا باخذ عينات. احنا كناس متخصصين في الفيرولوجي احنا بناخذ عينات ونحفظها للفحص عن الفيرال ديزيز كتخصص، فهنا في تخصص جوه التخصص، يعني كقسم امراض اسماك عندنا في بكتيريا، في فطريات، في طفيليات، في فيروسات، كل واحد بياخد اللي يخصه، وكل واحد في الاخر بعد كده بيعمل التقرير بتاعه على حسب الاصابات اللي لقاها. او عايزين نتعرف بقى اكتر على الامكانيات اللي معاك، يعني انت بتشتغل ازاي؟ احنا هنا دي عينه، دي عينه دي ان ايه، احنا عاملين له اكستراكشن من جمبري حوالي 5 سامبل. احنا هنا بنعمل حاجه اسمها الماستر ميكس، وبندخل اللي عندنا الكونفنشنال بي سي ار، ممكن حضرتك برضو تبص عليه بصه، ممكن ندخل برضو نشوف عن الشغل اندر اسيبت كونديشن قدامي نقفله، كل شغلنا لازم يكون فيها. ايوه احنا دلوقتي يعني موجودين داخل المعمل اللي مسؤول عن تحليل العينات. تمام، تحليل العينات خصوصا فيروسات، يعني ده بي سي ار، ده تراديشنال كونفنشنال بي سي ار عادي خالص. احنا هنا بنحط العينه، ممكن نعمل ران 25 سامبل مره واحده في الـ في الـ في الـ الجهاز سيرمو سايكل زي ما حضرتك شايف. انا بعمل لود للبرنامج على حسب الباثوجين او المرض اللي انا بدور عليه زي كده مثلا، وبعد ما بخلص انا بختار البرنامج بتاعي، ببقى اعمل له لودنج قبل كده او برنامج جديد على حسب البروتوكول اللي انا هشتغل عليه. دي كلها برامج احنا شغالين عليها لانواع من الباثوجينز تم تشخيصها بالفعل هنا في المكان. بعد ما بشخص العينه واخد العينه من بي سي ار، احنا بنعمل حاجه الكتروفوريسيس. الكتروفوريسيس بنجيب الجل، ودي الكتروفوريسيس تشامبر عاديه خالص، بنفحص الجل. اوريك برضو الكتروفوريسيس يونت. لا الجهاز ده الاول، يعني احنا عشان خطوات ترتيب الخطوات انا علشان برضو المشاهد يبقى معايا، انا باخد العينه بجيب البي سي ار على الجهاز ده، انا استخلص الدي ان اي الاول او الار ان اي او الشغل اللي انا هشتغله، بعد كده بعمل ران على السيرمو سايكلر، بعد كده ببتدي اعمل الكتروفريزز للجين بتاعي. الكتروفريزز الجين بتاعي، يعني انا بجمد الجين نفسه. الجين اللي هو بيبقى في صوره سائله احنا بندوبه، وبعد كده بيحصل له سوليديفيكيشن وبحطه هنا. ده جهاز الكتروفريزز، بنظبط التايم، بنظبط الملي امبير، بنظبط الفولت للجهاز، وبنعمل الكتروفريز، وبنجيب الماركر بتاعنا بنعمل الرن عادي خالص. بعد ما الرن بتتعمل بيحصل ميجريشن للباند بتاعتنا من والماركر، بيحصل له ميجريشن، بيبتدي وبيبقى مستخدم انا سبيسيفيك برايمر للعينه. بعد ما بحصل على الجل بنرجع للكاميرا ونصور. دي كاميرا بقى، دي ببتدي افحص بقى بيها العينه. دي كاميرا بتظهر لي صوره الجل هنا مثلا، يعني ده دي الترا فايلوت. تظهر لي الصوره هنا، ممكن اعمل لها برينتنج سيرمال برينتر. دي سيرمال برينتر باخد الدوكيمنت بتاعتي او الريبورت، او ان انا باخدها على كارت ميموري واعمل لها انالايزنج في الكمبيوتر. هي امثله للجل اللي احنا شغالين عليه، النتائج الايجابيه دي زي دي مثلا كده، دي الفاينل ريبورت بتاعنا. عينه زي كده مثلا، دي ايجابي، عينتين هنا مثلا، دي البندات الايجابيه بتاعتنا، وهكذا. في عينات طبعا بتطلع سلبيه، دي طبعا مش بنبقى ايه. انا عايز بقى اسال سؤال، الاجهزه اللي انا شايفها دي يعني دي احدث اجهزه موجوده ولا العالم سبقنا في الملف ده؟ بنشتغل ازاي؟ وبالنسبه للثروه السمكيه يعني مرضيه كتشخيص امراض فيروسيه وفي البدايه احنا بادئين، لكن في طبعا ريال تايم بي سي ار، في حاجات تانية احنا طالبينها وحاجات هتزود اكتر التشخيص وتبقى اسرع واحسن، امور الريابيلتي بتاعتها عاليه. لكن احنا كشغل هو يعني بيعد كونفورماتوري، بنحتاج نعمل سيكونس. سؤال، ده النتيجه النهائيه بعد الشغل اللي احنا شفناه والمراحل المختلفه. لو انا حللت نفس العينه في معمل في دوله اخرى او في اي معمل على مستوى العالم، النتيجه هتطلع واحده؟ في الغالب واحده، في الغالب النتيجه بتطلع واحده، مفيش اي مشكله، لان نفس الدي ان اي ونفس العينه ونفس السامبل ونفس التكنيك، في الغالب بتبقى واحده. بس هو بيختلف، يعني ممكن الكيميكالز
هل في حاجات عالية، في كيتس غالية، وفي كيتس من جنوب شرق آسيا مثلا كوريا وهكذا الصين، في حاجات انفيتروجين كايجين، الحاجات دي تبقى السنسيتيفيتي بتاعتها أعلى شوية. لكن احنا شغالين وعاملين دايجنوز لأمراض كتير هنا، وأي مشكلة قومية بتقابل البلد احنا بنبقى أول الناس اللي بنتصدى ليها كمعمل بايوتكنولوجي هنا. لسه متواجدين مع حضراتكم داخل المعمل المركزي لبحوث أمراض الأسماك، انتقلنا لمعمل آخر داخل الكيان الكبير. احنا موجودين فين دلوقتي يا دكتور؟ معمل الأجهزة الدقيقة ده معمل خاص بالشرائح الباثولوجي والهيستولوجي وتحليل الأنسجة. تحليل الأنسجة ده مايكروتوم، وده جهاز صب الشمع. احنا شايفين دي مكونات المعمل نفسه، الأجهزة اللي موجودة دي الوحدة الهيستولوجي. وحدة الهيستولوجي ده عبارة عن جهاز صب شمع، وده جهاز مايكروتوم لتقطيع العينات، وده جهاز اسمه ايه؟ مايكروتوم لتقطيع العينات. وده جهاز صب شمع عشان اعمل بروسيسنج للعينة علشان في الاخر تديني المنتج ده. المنتج ده دي العينة بتاعتي، بحيث ان انا بعد كده احطها تحت الميكروسكوب فتديني ايه الصورة ديت، وبالتاني اعمل عليها روبورت. ده الميكروسكوب بتاعنا وفي العينة. ده الميكروسكوب بتاعنا بحيث ان انا على الكمبيوتر بيطلع لي الصورة واعمل عليها ريبورت. ودي احد ادوات تشخيص امراض الاسماك، يعني الوحدة دي احد ادوات تشخيص الاسماك. يعني احنا زي ما شفنا العينة بتاعتنا موجودة في الميكروسكوب ده، الجهاز الكمبيوتر بيقرأ العينة وحضرتك بتفحصها وتكتب تقرير. عينة زي اللي قدامنا دي فيها مشاكل؟ نعم، اصل دي عينه عباره عن خياشيم بتاعه الاسماك، فيها مشاكل، فيها يعني هايبر بليجيا او ما الى ذلك، اللي هو بيعمل منع لتبادل الغازات، وبالتالي يحصل سوفوكيشن او اختناق للايه، لسمك جزئي او كلي. تمام. وبقيه المعمل، بقيه المعمل ده في جهاز لايزا بيقيس المناعه مع الدكتور احمد. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. شرفنا فيك. احمد محمد عبد الوهاب، باحث اول في المعمل المركزي. السلام عليكم. يا ريت تعرفت كده على طبيعه عمل حضرتك. حضرتك هنا احنا بنشتغل على جهاز الاليزا، ده جهاز اسمه جهاز الاليزا، وذلك عشان يقيم المستوى المناعي في الاسماك. ليه طريقتين؟ اولا طريقه عمل ان انا ممكن اقيس المستوى المناعي ضد ميكروب معين، الحاجه الثانيه ان انا ممكن اقدر اشخص منه طبيعه الميكروب ده. طب حضرتك يعني طريقتين، اول حاجه ممكن اشخص بيه، وتاني حاجة ممكن أقيس مستوى المناعي ضد الميكروب ده. صباح حضرتك. الفكرة كلها إن ده عبارة عن جهاز دلوقتي حضرتك بالنسبة للأسماك زيها زي أي كائن حي بيتعرض للأمراض التانية، الأمراض اللي موجودة في البيئة بتاعتها، سواء إذا كانت أمراض بكتيرية أو أمراض فيروسية أو أمراض حتى فطرية. صباح حضرتك. ده هنا الجهاز ده ممكن يقدر يقيس المستوى المناعي بتاع الأسماك لمقاومة الأمراض دي. واضح حضرتك؟ دي طريقة. الطريقة الثانية أن أنت ممكن حضرتك تقيم عندنا قطيع من الأسماك فيه ظهرت فيه إصابة، إزاي أنا أقدر أشخص الإصابة دي اللي موجودة في قطيع الأسماك دون في حوض دون، وممكن برضه أخذ منه عينة دم، أفصل منه السيرم، أشوف الأجسام المناعية، أقدر أقيس برضه المستوى المناعي هنا على الجهاز ده. يعني حضرتك تفرج لحضرتك معاك عينه بتتعامل معاها ازاي؟ دلوقتي حضرتك باخد السمك وباخد منه عينه الدم. عينه الدم ديت بسيبها تتجلط، بعد ما تتجلط بحطها في السنتريفيوج جهاز الطرد المركزي ده. تمام. جهاز الطرد المركزي ده بيشتغل عليها 10 دقائق عند 10000 لفه في الدقيقه، بيقدر بعدها يفصل لي السيرم. السيرم ده هو الاجسام المناعيه اللي موجوده في دم السمك. تمام. السيرم دون في الاجسام المناعيه، الاجسام المناعيه ديت انا عايز اعرف المستوى المناعي بتاع السمك دون قد ايه بقى حضرتك ضد الاصابه اللي ظهرت، او ان انا عايز اعرف الاصابه ديت نوعها ايه. فصلت انا السيرم، بجيب انا بليتس زي كده بقى حضرتك، بليتس زي دي، كل بليتس من دول بقى حضرتك عباره عن 96 ويل، كل ويل من دول بيعبر لي عن عينه من عينه الاسماك بقى حضرتك، العينات اللي انا بجمعها. تمام. بضيف على الحاجات ديت، على العينه اللي انا بجمعها ديت، كيميكالز معينه بطريقه بروتوكول معين بناء على اللي انا شاكك فيه، شاكك في المرض ده ايه، او ان انا عايز اقيس المستوى المناعي ضد مرض ايه. تمام. بعد كده بعد البروتوكول بتاع العمل ده بيبقى بيديني البليت عباره عن مستوى درجات معينه من الالوان.
وبعرضك درجات اللون ديت بتعبر عن مستوى الاجسام المناعيه ضد المايكرو اورجانيزم اللي انا بدور عليه. تمام. بعد كده كل اللي بيعمله بدخله على جهاز الليزر ريدر ودون عشان يقرا لي ايه، يقرا لي درجات اللون، يعني هو بيقرا تركيز اللون. تمام. بيديني ارقام زي كده على الجهاز الكمبيوتر. الارقام ديت من خلالها اقدر اقيم اذا كان في مستوى مناعه عالي، مستوى مناعه منخفض، نوع المايكرو اورجانيزم اللي هو مسبب المشكله دي. من ضمن الحاجات برضو ان انا اقدر اقيم العلف، يعني من ضمن الاستفاده من الجهاز ده ان انا بقدر ان انا اشوف السموم، نسبه السموم الفطريه اللي موجوده في الاعلاف. طب حضرتك هل الاعلاف ديت صالحه ان هي ممكن استعملها ولا ما استعملهاش؟ طب حضرتك الحاجه الطريقه كمان ان انا بقدر ان انا اقيم دلوقتي في اتجاه ان انا ما استعملش المضادات الحيويه في مزارع الاسماك. طب حضرتك ولكن استعمل لقاحات البكتيريا. طب حضرتك لقاحات البكتيريا ممكن تغنيني عن استعمال المضاد الحيوي. طب حضرتك طيب اللقاح البكتيري دون اللي استعملته الاسماك هل بيدي نتيجه ولا ما بيديش نتيجه؟ اقدر ان انا اقيم برضو دون من خلال الوحده بتاعه وحده الاليزا دي. المعمل اللي احنا موجودين فيه ده اسمه ايه؟ ده معمل تنميه الفيتوبلانكتون. الفايده منه ايه وبتشتغل فيه ازاي؟ هنا المعمل هنا مخصص لتنميه الطحالب او الفيتوبلانكتون. الفيتوبلانكتون هي اللي بتعتمد عليها الزوبلانكتون علشان تنمو، اللي بتتغذى عليها هي بدايه السلسله الغذائيه للاسماك. بتتغذى عليها الزوبلانكتون وبعد كده الاسماك بتاكل الزوبلانكتون دي. ففي انواع بنيجي نفحص اي ميه بناخدها بيبقى فيها انواع عديده من الطحالب دي. سبحان الله ربنا خلق عالم كبير قوي تحت الميكروسكوب، ففي شغلنا كله العامل الاساسي معانا بيبقى الميكروسكوب. انا في بعض انواع الطحالب ببقى محتاجاها عشان بعمل عليها بعض الدراسات، فانا ببتدي اجيب الميه من الاحواض السمكيه وببتدي افحصها تحت الميكروسكوب واحدد انواع الطحالب اللي موجوده تحت الميكروسكوب، وببتدي اعمل ايزوليشن بروفوكيشن لانواع الطحالب دي حسب النوع اللي انا عاوزه اكمل عليه دراسات بعد كده. فالنوع الطحالب اللي انا شغاله عليه دلوقتي هو مش موجود في بيئه العباسه، ولكني انا حصلت عليه من جامعه القاهره، وده نتيجه لانه بيسموه الذهب الاخضر. احنا بنميه هنا لانه ممكن يكون عندي بديل، ممكن اعمله ريبليسمنت لمسحوق السمك بالنسبه للاعلاف، اعمل ريبليسمنت لمسحوق السمك وبالتالي اوفر في مسحوق السمك، لان مسحوق السمك غالي جدا في الاعلاف لان نسبه البروتين فيه عاليه جدا. يعني كده ممكن ان انا اصنع علف عالي القيمه الغذائيه وباقل سعر، اقلل من سعره وارفع، وكمان بيعلي لما السمك بيتغذى عليه بيزود مناعه السمك، بيزود مناعته ضد الامراض البكتيريه والفطريه. احنا اجرينا عليه بعض الابحاث، ضفنا بقى مش كاربليسمنت، ضفنا نمينا السبيرولينا وجففناها وضفناها على العلف وعملنا لها اضافات، وعملنا مع قسم الامراض بعض الابحاث المناعيه، فلقينا انه بيقاوم بعض انواع البكتيريا زي السودوموناس والاوريموناس اللي هي بتسبب امراض مميته للسمك. احنا هنا بنشتغل داخل المعمل على مساحات صغيره، لكن بعد كده ممكن نخرج نتوسع في الانتاج فيه ويبقى عندي فعلا كميات تبقى كافيه للتصنيع. طبعا. واهميه السبيرولينا كمان ان هي بتستخدم في المجال الطبي لانها انتي كانسر وانتي ايدز ومضاده للايدز مرض نقص المناعه. فهي وبتستخدم في ادوات التجميل وهي غاليه جدا، يعني هي الجرام الواحد بيستوردوه من بره كان زمان بدولار، يعني الجرام الواحد منها بدولار، وهي مفيده جدا بالنسبه لاسماك الزينه لانها فيها عديد من الصبغات فبتحسن الالوان في اسماك الزينه. فاحنا ودلوقتي انا بس في تجربه انا قايمه بيها دلوقتي، انا دلوقتي عشان انمي السبيرولينا بستخدم كيماويات. في الطبيعي ان احنا بنستخدم كيماويات، في تجربه انا بعملها دلوقتي ان انا بدل ما استخدم كيماويات ان انا بستخدم بعض الاسمده اللي انا بستخرجها من الاحواض السمكيه علشان استغنى نهائيا عن الكيماويات.